هنا أكو فد رواية ينقلها بعض المؤرخين من غير شيعة أهل البيت عليهم السلام، تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد صنع له عريشا من سعف النخل، وكان قد جلس فيه، وجلس فيه معه بعض صحابته، كأنما يصورون أن هذا مركز القيادة. نحن لا نستطيع أن نقبل مثل هذا الكلام، نظرا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالإضافة إلى قيادته كان مقاتلا شديد القتال، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو فارس بدر وأحد والأحزاب وغيرها يقول: كنا إذا احمر البأس واشتد القتال لذنا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذا صارت القضية قضية شديدة جدا، احمر البأس، اشتد القتال، احنا الشجعان الكبار نروح نلوذ برسول الله، نحتمي برسول الله، وهو يكون أقرب واحد إلى الأعداء منا، مو أنه قاعد في العريش بس يصدر أوامر سووا واعملوا وقوموا. ثم أي عريش هذا اللي كان موجود؟ كان وجود مثلا سعفة أو كربة أو عسقة حسب التعبير في ذلك الوقت، يعد سلاح من الأسلحة، قاتل المسلمون بسعف النخل وبالأخشاب، أي شيء اللي كان بإيدهم أي وقت كان عندهم يروحون يسوون سعف ويرتبون إليهم عريش وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان مقاتلا من الطراز الأول، بالإضافة إلى شجاعته القلبية كان شجاعا وقويا في بدنه. ويذكرون حتى في أحد لما صارت المعركة وقاد النبي صلى الله عليه وآله المسلمين إلى الانتصار مع تأكيدات وتوجيهات خاصة على من كان على الجبل، بعدين انعكست الآية بعدما عصى الرماة أوامر النبي ونزلوا تنافسا على الغنائم، انقلبت الآية، بعض المسلمين فروا، والعباس يدعو من خلال من خلفهم باعتبار صوته كان صوت عالي جدا: يا أصحاب بيعة الشجرة، إلى أين تتركون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وثبت رسول الله في بضعة نفر من خلص الأتباع والشجعان. فهل أثناء واحد إجى ابن قمي يقال له مستذبح هذا حسب التعبير، يقول: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت والله إن نجا، أريد أقتل محمد نفسه مهما كان الثمن، وجاي على فرس أيضا وشاهر سيفه، بس يريد يشوف وين النبي حتى يضربه. والنبي محاط في مجموعة صغيرة مثل أبي دجانة، مثل علي بن أبي طالب، مثل نسيبة ابن بنت كعب أم عمارة ومن أشبه، يعني عدد محدود جدا. فخاف من كان حول النبي صلى الله عليه، لأن واحد مقاتل على فرس غير مقاتل راجل، طيب، وهذا مندفع يريد أن يقتل ولو كان يقتل. والنبي صلى الله عليه وآله ثابت الجأش رابط الجنان، فقال لأحدهم كان إلى جانبه: لديك حربة؟ واحد كان عنده حربة، قال: ناولنيها. فوقف النبي صلى الله عليه وآله ياكم، وهذا جاي حسب ما يقال مثل الطلقة سريع، وهزها رسول الله وقذفها، عندما وصل إليه قذفها فوقعت في قلبه وانهار هذا الإنسان، مات لوقته باعتبار طعنه أيضا وقع على الأرض وانتهى.